مرحبا بكم للنساء لكل نساء بدري النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي مستبعدان من المنافسة على لقب البطولة. باش نشاهدوا اكثر تفاصيل على هذا الموضوع ما تنساش مع الفيديو ابوني للشين يوتيوب متاعنا باش توصلك كما قلنا اخر الاخبار. نشرت صحيفة الأخبار يوم الخميس 28 فيفري 2019 حوار أجرته مع لاعبة الترجي الرياضي التونسي أنيس البدري الذي تحدث عن حظوظ الفرق في التتويج بالبطولة. وقال البدري أن الثلاثي الترجي والصفاقسي والنادي البنزرتي هم المرشحون للتتويج بلقب البطولة، فيما اعتبر مهاجم الترجي أن حظوظ النجم الساحلي والنادي الإفريقي ضعيفة جدا خاصة بالنسبة للإفريقي الذي سيطمح لتحسين ترتيبه لا غير. كما قال البدري أن النجم الساحلي يلعب على أكثر من واجهة وهذا ما سيشتت تركيزه على البطولة. ويقول البدري الترجي بنزرت وصفاقس هما اللي باش يلعبوا على البطولة سنة.